مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر. نتمنى أن السنة إن شاء الله تكون ممطرة وبشرة غير سارة للناس اللي باغين ياخذوا الكونجي في هذا الشهر، شهر سبتمبر. أغلبية الناس أو كاين واحد الفئة من الناس كثيرة كتفضل أنهم ياخذوا العطلة السنوية ديالهم في هذا الشهر. للأسف المتمنيات ديالكم ما صدقاتش، لان امطار الخير الان كتهطل على مدينه الجديده بكثره، وهذا الاسبوع غادي يكون ممطر بالاخص اليوم ويوم الثلاثاء وربما يوم غد كذلك. فنتمنى ان السنه ان شاء الله ربي يرحمنا ويرزقنا امطار الخير باش ترجع بالنفع على الاقتصاد ديالنا وللفلاحه وكذلك على امتلاء السدود المغربيه اللي كتعاني من واحد الشح في المياه بسبب قلة الأمطار والجفاف اللي ضرب المغرب في هذه السنين الأخيرة. أكيد بأن الساكنة ديال مدينة الدار البيضاء الآن كلهم كيشاهدوا البرق اللي كيضرب مدينة الدار البيضاء في انتظار أمطار الخير اللي توحشنا. الصيف انتهى، الآن فصل الخريف. نتمنوا ان هذه السنه تكون احسن من السنه الماضيه، تكون ممطره ولكن بالنفع ان شاء الله، ويكون موسم فلاحي جميل. حاليا الخبر اللي كاين هو ان مدينه الجديده هي اللي فيها امطار الخير، المدن الاخرى ما عندناش علم عليها. فنتمنى ان هذه الامطار تكون عامه على جميع المدن والقرى المغربيه. للاسف الكلاب الضاله اللي كتجول في مدينه الدار البيضاء بحال دابا هذا، وهو غادي وسط الطريق للاسف.